اهلا بكم مشاهدينا وفقره جديده من فقرات ذا دكتورز. انا عايزه اقول لكم ان في بنات كتيره جدا ممكن تتخلى عن فكره الجواز، ممكن تقول لا انا مش مؤهله نفسيا دلوقتي لخطوه زي دي، انا عايزه اجلها شويه لحد ما اكون مستعديه للستاب دي في حياتي. بس ما فيش بنت ما بتقعدش مع نفسها كده وتتخيل ان هي ام ويبقى عندها بيبي وتفرح بيه. بس للاسف في بنات لما بتيجي للمرحله دي وتستعد وتقول خلاص انا هستقر وهعمل بيت وهعمل اسره، بتواجه بقى مشكله، بتواجه مشكله تكيس المبيضين. بتروح عند الدكتور تكشف فين المشكله، بتتشخص بمشكله تكيس المبيضين. طيب جات لي ليه؟ اقدر مثلا اقول ان هي حاجه جيناتكس، حاجه وراثيه؟ طب في عوامل انا ممكن اكون بعملها في حياتي العاديه ادت لمشكله زي دي؟ كل ده هنجاوب لكم على الاسئله اللي بتدور في دماغكم دلوقتي. بس اسمحوا لي الاول ارحب بالقيمه العلميه الجميله الموجوده معايا النهارده في استوديو ذا دكتورز، دكتور عبد اللطيف سويلم، استاذ علاج العقم واطفال الانابيب والحقن المجهري، رئيس مجلس اداره مستشفى نور الحياه. اهلا بيك يا دكتور ومنورنا دايما في الدكتور. اول حاجه بقى يا دكتور، انا عايز اعرف موضوع تكيس المبيضين ده بقى منتشر في وسط البنات كلها وفي سن صغير ليه؟ طبعا هو تكيس المبيضين ده من الامراض اللي منتشره فعلا، ولكن لما نقول الإحصائية بتاعته كام على مستوى العالم، تقريبا 10% من الستات على مستوى العالم ممكن يجي لها تكيس في المبيضين. ولكن تكيس المبيضين تعريفه هو عبارة عن خلل في الهرمونات بتاعة التبويض، تمام، أدى إلى عدم حدوث التبويض في الدورة الشهرية. أوكي. مرة ورا مرة ورا مرة فتكون أكياس صغيرة حجمها بويضات، يعني حجمها لا يزيد عن 10 ملي، من 10 إلى 12 ملي أو أقل في المبيض، كل المبيضين مش مبيض ومبيض. أوكي. وده أدى إلى تأخر الدورة الشهرية. تمام. ده تعريف تكيس المبيضين. التشخيص بقى بتاعه بيتم إزاي؟ لكن ما هقول لسيادة. اتفضل يا فندم. مهم جدا إن احنا نعرف التشخيص، لأنه التشخيص الخاطئ بيدينا انطباع إنه تكيس المبيضين ده مال الدنيا وكل الستات عندها تكيس مبيضين. لا، ده من سوء التشخيص. لابد ان احنا نعرف ازاي نشخص تكيس المبيضين. تكيس المبيضين لازم يبقى فيه عندي دورة شهرية مش منتظمة. أوكي. هذه الدورة الشهرية اللي مش منتظمة بشرط انه ما يبقاش واحدة لسه دخلت عندها البلوغ. اوكي. وفي خلال 3 سنين من البلوغ الدورة الشهرية وارد طبيعي جدا ما تبقاش منتظمة. اول 3 سنين بعد البلوغ بالظبط. وارد جدا انها ما تبقاش منتظمة خالص. ما اقدرش اقول لدي انت عندك تكيس مبيضين، حتى لو عملت لها موجات صوتية والموجات الصوتية اثبتت انه في اكياس صغيرة وكده، لانه ده قد يكون نورمال ايفنت، يعني حاجة طبيعية في هذا السن. تمام. لغاية لما يبدأ المبيض يصلح نفسه بنفسه. تمام. يبقى اذا لو احنا شخصنا يبقى احنا كده اوفر. اوكي. لكن علشان اقول بقى تكيس مبيضين يبقى في لخبطه في الدوره الشهريه. قد ايه بقى؟ اقل عدد في الدوره الشهريه 21 يوم. أوكي. اكتر عدد 35 يوم. افرضي زادت عن كده يبقى ده بنقول تكيس مبيضين. تمام. او لخبطه في الدوره الشهريه. بمعنى او في حاجه تانية، يعني ايه بقى؟ لو الست دي او البنت دي جالها في السنه عدد مرات الدورة الشهرية 8 مرات فأقل، يبقى دي بقول في تغيب في الدورة الشهرية، وده قد يكون ناتج عن تكيس المبيضين. ولازم يبقى في عندي علامة من العلامات الأخرى. ايه بقى؟ اللي هو لأنه تكيس المبيضين بيبقى مصحوب بارتفاع في هرمونات الذكورة. تمام. لما هرمونات الذكورة ترتفع عند يبقى ده ممكن يكون مؤشر. بالظبط. ممكن ده يديني علامة كلينيكية، اللي هو العلامة اللي الدكتور يشوفها، اللي هو ألاقي مثلا زي شعر في الوجه أو في بيطلع في أماكن مش طبيعية البنت بالنسبة للبنات. أدي واحد. نمرة 2، قد يكون هناك الحبوق، حب الشباب الجامد. أوكي. ده برضو علامة من العلامات. طب ما هيعرفوا منين بقى يا دكتور؟ هيقولوا طب ما دي مرحلة طبيعية وأنا في العشرينات وبيطلع لي حب الشباب. يكشف ويعرف. اوكي. كل الحاجات دي جنب بعض. التاريخ المرضي طبعا. دي جنب دي جنب دي. أوكي. قد يكون تساقط الشعر لدرجه ان هو احيانا يعمل صلع. أوكي. لانه ده من زياده هرمون الذكوره. الذكوره.
نفترض الواحدة عندها تكيس مبيضين ولكن ما عندهاش علامة من هذه العلامات، تمام. أعمل إيه؟ نعرف بتحليل الهرمون، هرمونات الذكورة. يعني أي حد دلوقتي بيتفرج علينا يقول طب أنا قلقانة لا يكون عندي الموضوع ده، تروح تعمل تحليل بالظبط اسمه لا إيه؟ بس بشرط. إيه بقى؟ بشرط إن يبقى فيه لخبطة في الدورة الشهرية، لكن مش واحدة عندها حب الشباب والدورة الشهرية بتاعتها منتظمة تروح تعمل تحليل لهذا الهرمون. طب والبنات اللي برضه هتقول دلوقتي أصل أنا بقالي شهر في التاني بتتأخر مرة يومين، بتأخر مرة خمس أيام، ده إيه بقى علامة لإيه؟ لا ما هو ده برضه قد يكون علامة من علامات تكيس المبيضين، أوكي. ولكن مصعوب برضو ان انا لازم اعمل لها موجات فوق صوتية، تمام. والموجات الصوتية تثبت ان هي عندها تكيس مبيضين، ولكن الموجات الصوتية غير مطلوبة في اول 3 سنين بعد البلوغ لانه قد يكون هناك اكياس صغيرة في المبيض، اكياس اللي هي بويضات صغيرة في المبيض، ويكون ده طبيعية في زي الفترة. ما قلنا طبيعية في الفترة دي لغاية لما المبيض يصلح نفسه والتبويض يبدأ ينتصر. لا هنعمل عليه بالظبط سيجمنت كبيرة جدا جدا لازم. عشان برضو ناس كتيرة بتسأل ده عليه، ده مهمة جدا. انت نورتني جدا النهاردة يا دكتور، وبشكرك شكرا جزيلا. اهلا وسهلا. بشكر دكتور عبد اللطيف سويلم، استاذ علاج العقم واطفال الانابيب والحقن المجهري، رئيس مجلس إدارة مستشفى نور الحياة. بشكرك شكرا جزيلا دكتور عبد اللطيف. شكرا. مشاهدينا بكده تكون خلصت فقرتنا، اشوفكم على خير ان شاء الله في رعاية الله.